السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ تغطية عروض إكسترا الكبرى. العروض تبدأ من 10% ل 50%، وإحنا في قسم الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ وأجهزة المنزل. في عرض حلو جدا على مونوليكس محضر طعام اللي هو 2 لتر و400 800 واط، نازل عرض 50%، نازل 50%، نازل من 400 من 439 الى كام؟ الى 220 ريال، او 219 ريال، خصم 50% هو 219 ريال. ده اللي هو محضر طعام مونوليكس، محضر طعام مونوليكس اللي هو المواصفات بتاعته اللي هو 800 واط 2 لتر و400، خصم بتاعه 50%. ده الكرتون بتاعه، ده الكرتون بتاعه يا جماعه، 2 لتر و400 800 واط، نازل 50% 220 بدلا من 439 ريال. هنشوف برضو احنا معاكم هنا في عروض اكسترا تخفيضات الكبرى. هنشوف العروض. برضو هنا في عرض على كنود، ده محضر طعام كنود، نازل برضو 1149 بدلا من كام؟ بدلا من 1699. ده محضر طعام فضي كنود، شركة كنود، الخصم بتاعه 32%، أو يعني وفر 32 ريال، وفر 32، الخصم 32% وفر 550، يعني هو نازل بألف 1149 بدلا من 1700. لو قسط شهري بقى 55 ريال. ده اللي هو محضر طعام كنود. معلش احنا من الزحمة والزيطة مش عارفين نجمع يعني في الايه الكلام. يبقى احنا كده شفنا محضر طعام مونوليكس ومحضر طعام كنود، نازلين خصومات حلوة جدا. برضه من العروض القوية اللي نازلة على فيليبس نازل برضه. هنشوف ايه ده، فيليبس ده اللي هو الخلاط اليدوي، نازل 169 بدلا من 269، وفر 100 ريال، نسبة الخصم 37%. ده اللي هو ايه؟ اللي هو خلاط يدوي فيليبس، خلاط يدوي فيليبس 700 واط، ده الخلاط اليدوي اللي هو فيليبس، نازل 169. عايزين نشوف برضو في حاجات كتيرة جدا نازلة حلوة هنا. في برضو عرض على عجانة كلاس براون 700 واط، نازلة خصم عليها 44%، نازل خصم 44%، 279 بدلا من 499. دي اللي هي فين هي؟ احنا شايفين السعر ولكن مش شايفينه. احنا خلينا بقى في ايه بره كده، هتلاقوا الاسعار هناك بره. هنا مثلا دي العجانه، دي كنود، دي كنود، عجانه كنود 6 لتر و700 1200 واط، نزل عليها عرض 1799 بدلا من 2000، بدلا من 3000 ريال، 40% خصم، موفر 1200 على عجانة كنود دي. عجانة كنود برضو هنا في عجانة اللي هي كلاس براون اللي هي قدامنا دي، دي نازل عليها عرض 50%، نازلة من 700 ل 349 349 اللي هي كلاس براون.
كلاس برو، مجانا كلاس برو، مجانا كلاس براون دي لونها دي 1000 واط، 1000 واط. هنزيد نشوف برضو دي العجانات هنا دي كلها دي، ده عرض مفيش هنا اسعار هنا. شوف هم حاطين العروض في الـ في الـ الاماكن دي كده، زي مثلا ده، ده كنود محضر طعام كنود، ده اللي احنا شفناه اللي هو الالف، 1149 بدلا من 1700. في هنا برضو محضر طعام، في محضر طعام اسمه نينجا، محضر طعام نينجا ده نازل من 700 ريال، نازل ب 700 ريال بدلا من 1099، بدلا من 1099. ده محضر طعام اهو خصم 36%، وفر 400 ريال، 3 في 1، لونه اسود، 1200 واط. ده الشكل بتاعه هو، ده محضر طعام نينجا. كمان هنا برضو في خلاطات، في خلاطات هنا برضو عليها عروض. ده اسم الخلاط هنا، برنسيس، برنسيس ده خلاط 430 واط، 4 سرعات، نازل ب99 ريال، 99 ريال بدلا من 179 ريال، يعني خصم 44%. ده شكله هو، ده شكل الخلاط اهو. احنا من الزحمة مش لسه مش مركزين هنا. برضه هنا في فيليبس، فيليبس ده خلاط فيليبس 2 في 1، ده شكل الخلاط اهو فيليبس، ده نازل 109 بدلا من 189، خصم 42%، 42%. في كمان عروض على القلايات، قلاية كنود، قلاية كنود، قلاية كنود هنا هي 356، كميات كبيرة زي ما انتم شايفين اهي، خصم 49%، يعني يقول 50%. دي قلاية كنود نازلة من 700 ل 356، هنشوف شكل القلاية اهو، دي الشكل بتاعها هنا. ده السعر بتاعها. قلاية صحية 5.5 لتر، 1800 واط، لونها اسود. ده السعر بتاعها. دي قلاية، كان في قلاية تانية برضه هنا، قلاية 8.5 لتر، 2800 واط، نازلة خصم 37%، تدفع كام؟ 629 بدلا من 999. دي شكلها 2200 واط، اهي المواصفات بتاعتها 2800 واط و8 لتر و2 سنه ضمان. تسعو 629 بدلا من كام؟ 999. مستمرين معاكم برضو هنا في الاجهزه الكهربائيه للمطبخ، اللي هي القلايات، المحضر الطعام، شفنا محضر الطعام اللي هو نينجا ده او نينجا، شفنا برضو ده كنود، دي العجانة اللي هي كنود برضو دي احنا شفناها. برضو هنا في فيليبس، ده مرطب هواء، ده مرطب هواء، فيليبس مرطب هواء 2000 واط، نازل من 559 ل 329 ريال، الخصم بتاعه 41%، وفر 230 ريال. ده شكله، ده مرطب هواء، او هنا هو ده اهو مرطب هواء 2000 واط. احنا معاكم من داخل باندا برضو، ده منقي هواء 38 واط، كلاس براون 599 بدلا من 1199، الخصم بتاعه 50%، عرض حلو جدا على منقي الهواء ده 38 واط.
كلاس براون. احنا عايزين اهم حاجه اللي هي الحاجات الخاصه بالمطبخ دي، المحضر الطعام وال احنا شفنا محضر الطعام والكنود ده، شفنا احنا الحته دي كلها، شفنا هنا الخلاط ده، خلاط اسمه نينجا، خلاط 1500 واط، 3 سرعات، اسود فضي، اللون الخصم بتاعه هنا هو نازل 45%، ادفع 629 ده على الخلاط ده. الدنيا زحمة طبعا هنا، شوف برضو هنا زي كلها دي عصارات. احنا بنشوف اهم حاجة العروض، اهم حاجة العروض، شايفين اي عروض هنا لحد دلوقتي؟ تخفيضات كبرى. دي كلها التخفيضات هنا مكتوبة هنا برضو، هنا هنا دي تخفيضات برضو. طيب نشوف دي خلاط، يعني دي عصارة كنود، عصارة كنود نازلة بكام؟ 229 بدلا من 399، 229 دي اللي هي العصارة اللي هي كنود دي، عصارة كنود دي 229 بدلا من 399 دلوقتي، عصارة فواكه كنود. يعني احنا ممكن نلاقي الاسعار هنا اهو. نشوف الحاجات المميزة مثلا، لازلنا معاكم في الفيديو الاول في تخفيضات اكسترا القوية اللي هي من 10 لـ50%، واحنا معاكم في قسم قسم الأجهزة الكهربائية للمطبخ اللي هو القطاعات والخلاطات. في هنا ده احنا هنشوف الحاجات المشهورة، يعني دي عصارة برضو كنود، عصارة كنود السعر بتاعها كان 1399 بقى 899. احنا وصلنا لحد هنا، نشوف نكمل كده. في هنا برضو دي طهية ارز بلاك اند ديكر نازلة 139 بدلا من 209، دي طهية الارز اللي هي بلاك اند ديكر دي، وفر 70 ريال، نسبة الخصم 33%. في برضو هنا برضو ده قدر ضغط كهربائي 6 لتر، قدر ضغط كهربائي 6 لتر اللي هو كنود، نازل خصم 40%، وفر 200 ريال، ادفع 300 بدلا من 500، 300 بدلا من 500، ده اللي هو قدر ضغط كهربائي كنود. في برضه هنا ده غلاية فيليبس، دي غلاية فيليبس، غلاية زجاجية فيليبس 1 لتر و700، نازل عليها عرض خصم 30%، وفر 80 ريال، يعني سعرها نازل 179 بدلا من 259 ريال. دي الغلاية، غلاية فيليبس. برضو هنا دي ماكينة قهوة، ماكينة قهوة فيليبس 750 واط، نازل 129 بدلا من 199 ريال، الخصم بتاعها كام؟ 35%. دي ماكينة قهوة فيليبس 750 واط، 600 ملي يعني أقل من اللتر، 35% نسبة الخصم، ادفع 129 بدلا من 199 ريال اللي هي فيليبس صانعة القهوة. في برضه هنا برضه دي ماكينة الكابتشينو أو القهوة، الماركة بتاعتها هي
دي لونجي، دي الماركة بتاعتها دي لونجي، نازلة دي على فكرة من الحاجات المعروفة جدا والناس بتسأل عليها، ماكينة القهوة الماركة يعني، أنا أقصد الماركة، الماركة اللي هي دي لونجي دي من الماركات المعروفة جدا، نزل عليها خصم 50%، وفر 460، ادفع 459 بدلا من 919 ريال. دي ماكينة صناعة القهوة اللي لونها أبيض اللي قدامنا دي، اللي هي دي لونجي. احنا لسه في عروض، عروض اكسترا اللي هي بدأت اليوم 25 لمدة أسبوع، دي اللي احنا لسه قايلينها، دي اللي هي ماكينة القهوة دي، كميات كبيرة موجودة. وده طبعا الغلاية اللي احنا قلناها اللي هي الفيليبس، مش الغلاية، ماكينة القهوة اللي هي الفيليبس اللي احنا قلناها دي. ودي طهية الأرز اللي هي، ده قدر الضغط الكهربائي اللي هو كنود، قلنا عليه ده خصم 40%، وفر 200 ريال، ادفع بدل من 500 ادفع 300، ده قدر الضغط الكهربائي. طبعا الدنيا زحمة، واحنا برضو ايه لسه بنشوف العروض، العروض طبعا في أماكن بعيدة عن بعضيها. ده احنا طبعا شفناه كل ده، احنا شفناه ده قدر ضغط كهربائي، ده كله ده قدر ضغط كهربائي. نشوف الخلاطات، احنا هنشوف الحاجات المعينة يعني، مثلا ده خلاط كنود، خلاط كنود ده نازل ب 149 ريال بدلا من 209 ريال. خلاط كنود مطحنتين اللي هو البرتقالي ده 149 ريال، 149 ريال. طيب نشوف خلاط ايه تاني، خلاطات كتير، كل اللي في براون كمان، اهو ده براون، براون ده نزل عليه خصم 37.5%، ادفع 299 بدلا من 479، يعني توفير 180 ريال خلاط براون، براون من الانواع المعروفه يعني. في مونليكس كمان برضو، خلاط مونليكس اهو، نسبة الخصم 38% بدلا من 700 ادفع 429، 429. شكرا. طبعا الخلاط برضه ده كنود ده وفر 130، يعني ادفع من 400 269 ريال، خلاط اللي هو كنود ده، ده خلاط كنود اهو. طبعا الاسعار مش باينه قوي يعني، ده 2 لتر. في خلاط براون هنا كمان اهو 139 بدلا من 200، ده براون. دي عصارة، عصارة من ريكس نازلة 229 بدلا من 300 ريال، توفير 70 ريال. دي عصارة من ريكس للحمضيات. في هنا يا جماعة برضو محضر طعام، انت بس عايز مثلا نشوف ليه محضر الطعام. في هنا برضو دي عجانة اللي هي كلاس براون 700 واط، نازلة 279 بدلا من 499، دي براون. شوفها هنا كلاس براون، عجانة كلاس براون 700 واط، رمادي اللون، اللون بتاعها رمادي، نازلة خصم 44%، تدفع 279 بدلا من 499. في كمان هنا اللي هو مونوليكس، مونوليكس خلاط، مونوليكس ده الخلاط اهو، مونوليكس الخلاط، المواصفات بتاعته 700 واط، سرعتين 2 لتر ابيض،
نازل بكام؟ الخلاط ده نازل عليه خصم 46%، وفر 170 ريال، يعني يدفع 199 بدلا من 369 ريال. خلاط مونوريكس يدفع 199 بدلا من 369. خلاط مونوريكس 700 واط 2 لتر ابيض، ده الشكل بتاعه. كان معاكم فيه هنا برضو ترامس اهي، في ترامس هنا برضو، في ديلونجي، ديلونجي اللي هي صحية دي من الحاجات اللي الناس كانت بتسألني عليها دايما. ديلونجي دي نازل عليها 21%، خصم 21%، يعني نازلة ب 1500 بدلا من 1900، يعني توفير كام؟ التوفير بتاعها كام؟ التوفير 400 ريال، يعني توفير 400 ريال، وفر 400 ريال، خصم 21%، من الماركات الجامدة جدا اللي الناس بتسأل عليها، عشان كده التخفيض ده حتى مش عالي قوي، يعني 21%. هي 1 كيلو 700، من 1000 ل 1400 واط، ابيض واسود، اللون بتاعها ابيض واسود، قالها صحية. دي لونجي موجودة هنا في كستر يا جماعة، كميات كبيرة جدا، خصم 21%، الناس اللي بتسأل عليها. كمان ده سامسونج، ده سامسونج مايكرويف، سامسونج مايكرويف 23 لتر، 800 واط اسود، نازل من 549 ل 900، من 900 ل 549. كمان في هنا يا جماعة باناسونيك مايكرويف، باناسونيك 32 لتر، 1000 واط، مايكرويف باناسونيك ده نازل ب 729 بدلا من 1099، يعني توفير كام؟ 370 ريال توفير، خصم 33%، 1000 واط. الهرتز بتاعه 60/50، يعني اشتغل في مصر. باناسونيك ده مايكرويف باناسونيك، خصم حلو جدا، يعني 33%. في برضه هنا مايكرويف سامسونج، عروض المايكرويف يا جماعة، مايكرويف سامسونج 1300 واط، 32 لتر، نازل ب 700 بدلا من 1249، يعني الخصم بتاعه 550 ريال، نسبة الخصم 44%، نسبة الخصم 44%. دي عروض المايكرويف اهو، ده باناسونيك برضه، مايكرويف باناسونيك 35 لتر، 900 واط، نازل 425، يعني التوفير بتاعه 224، خصم 34 ريال. المواصفات بتاعته 25 لتر و 900 واط، الاسم بتاعه باناسونيك، الخصم 34، تدفع 425 بدلا من 650. ده فرن كهربائي، عروض الفرن الكهربائي برضو هنا 359 بدلا من 659، كلاس براون 60 لتر، 2000 واط، اللون بتاعه ابيض قدامنا هو في الكرتون، 2000 واط، ده فرن كهربائي كلاس براون 359 بدلا من 659. دي عروض عروض المايكرويف خلاص هنا، دي عروض بقى الايه الفرن الكهربائي. في كمان فرن كهربائي هنا كلاس براون 45 لتر، ستانلس ستيل، الخصم بتاعه 45%، وفر 220، يعني تدفع 259 بدلا من 479، 2000 واط. ده فرن كهربائي، ده كده في نوعين من الفرن الكهربائي نفس الماركة. ده كام؟ ده 60 لتر، واللي هنا ده، واللي هنا ده كام؟ ده 45 لتر. ده موقد كهربائي بلاسم، في ده ب 97 ريال بدلا من 159، ده الموقد الكهربائي. في واحد ده ب 129 بدلا من 209، ده الماركة بتاعته هنا، ده نازل برضه عليه عروض اهو، نازل عليه عروض.
طيب احنا كده بنختم معاكم الفيديو الاول، وان شاء الله احنا بنعمل فيديوهات تانية. تابعونا بقى في باقي الفيديوهات اللي احنا هنعملها، في تخفيضات اكسترا قوية، عروض من 10 إلى 50%. تابعونا في الفيديو القادم ان شاء الله، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.